وسهلا في برنامج الميراث ليس من برنامج الميراث لانه زي اي حاجه بنورثها زي العماره زي الارض زي الفلوس بنعمل بيها ايه بنستخدمها ولا بنبددها الافكار الدينيه والثقافيه بالظبط عامله زي الميراث بتيجي لغايه عندنا هل ليها لازمه ولا مش كلها ليها لازمه لازم تتغير وتتطور او غير كده مش هتستمر لما بعدنا مين فينا ممرش آه بظروف انه في ارث او ميراث لازم يجي من شخص توفى وساب حاجة البنات مش بنديها زي الولاد مفيش قانون بيحكم الأحوال المسيحية مفيش قانون يقول مين ياخد ايه لازم احنا بنساب للجدعنة لازم احنا نتساب نشوف هل ندي البنات والولاد بنفس الطريقة استخدام الفلوس اللي مورسناها دي بنستخدمه ازاي ده اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة معانا أسيس سعيد صلاح ومعانا أسيس يوسف سمير عشان نتكلم في الموضوع المهم ده نشوفكم بعد الفاصل <applause> اهلا وسهلا معاكم مره تاني عايز ارحب بفعلا اسس اعزاء اسس عيد صلاح منورنا في الحلقه دي اهلا وسهلا بيك أهلا بي. أسيس يوسف سمير اهلا بيك معانا أهلا, اهلا بيك زي ما اتكلمنا شويه في المقدمه الارث موضوع حساس بنورس كام اول ما الفلوس بتخش في الموضوع بتلاقي الـ 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 الناس تحفزت وتلاقي عارف علامه الدولار كده لما تطلع في العين والعين بتلف والنفوس تبان والمعادن تظهر فعشان كده موضوع مهم نتكلم فيه في الحلقه النهارده اسي يوسف ممكن تدينا بعض الـ الـ الاساسيات اللي حضرتك تعرفها عن الميراث نعمل فرشه كده انه الميراث بيحصل فيه ايه عامه في خبرتك كراعي ايه المشاكل اللي انت كنت بتشوفها هل هو فعلا يستاهل الموضوع نتكلم فيه ولا ده موضوع حله سهل من الاول يعني لا الميراث طبعا واحد من الموضوعات الشائكه اللي بتلمس الاسر على كل المستويات سواء الاسر الغنيه او الاسر الفقيره او الطبقه المتوسطه الميراث موضوع مهم جدا جدا و الفكرة أنه الميراث يعني بيؤثر بأكتر من صورة بمشاكل كتير في الأسر يعني بدايتها أنه ربما يحصل مشاكل ما بين الأبناء والأباء والأمهات زي كده هو ما حصل في مشكلة الابن الضال أنه اكتبوا لي نكتب ونحاول يحاولوا أن هم يستولوا على فلوس الاباء والامهات واكن دي من حق الاولاد والبنات حتى في وقت او في يعني قبل انتقال الاب والام ودي بتخلق جروح كبيره جدا جدا عند الاباء والامهات لما هم بيشعروا انه الاولاد والبنات يعني طمعانين فيهم وبتحصل ربما ازمات اسريه كبيره جدا بسبب هذه هذا الاحساس باستغلال الاولاد والبنات للاب والام قبل ما ينتقلوا عايزين يستولوا عليهم مش يعني خايفين ومن كتر خوفهم عايزين يضمنوا حقهم حتى قبل انتقال الوالدين. ادينا بعض المواقف اللي هي انت شفتها كراعي ودمها تقيل وفاكرها عشان نبين الناس انه ده مش موضوع كده في شياكه يعني. ما اقدرش اقول ان في حصلت حاجه كبيره معايا لكن اللي بسمعه لانه في اوقات كتير ما بتوصل لناش بنعرف انه في مشكلة اسرية كبير بسبب اسرية كبيرة بسبب الميراث طبعا المشكلة التانية هو الطمع انه الطمع ما بين الاخوات بيحصل بيعمل مشاكل كبير جدا في توزيع الميراث وكل واحد شايف ان هو الحق بال الجانب الأكبر من الميراث وغالبا ده بسبب انه انه مفيش, مفيش اسره بتعلم اولادها انه في مساواه ما بين الولد والبنت. م. احنا بسبب وجودنا في المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه مفيش وضوح ما بين الأم... الاباء والامهات ما بيعلموش اولادهم وبناتهم انه الميراث هيبقى بال... بالمناصفه، بالعكس ده في اسر لحد دلوقتي بت بتعلي من قيمة الولاد على البنات وبالتالي البنات بتشعر بغبن شديد جدا انه الولد واخد كل حاجة هم واخدين الفتات فعلى كل المستويات الميراث موضوع مهم وشائك وصعب وبيعمل انقسامات في الأسر اسي سعيد أنا دايما كنت بسمع على إخوات بينبذوا إخوات تانيين إخوات يمضوا ويزوروا إمضاءات على استلام بالغ وقت الارث بسمع على ابناء بيسرقوا فلوس من اهاليهم انا بتكلم على ناس مسيحيين اهاليهم الفلوس قبل ما يعرفوا ان الدنيا ممكن تنتهي عند الاب او الام فيخفوا فلوسهم بسمع عن خناقات لا حصر لها مش مستغرب شويه انه في المجتمعات المسيحيه لما الموضوع بيخش في فلوس بيظهر الجزء القبيح من الانسان بغض النظر مسيحي او غير مسيحي هو مفيش غرابه لانه لازم ننظر للموضوع ب بصوره عامه في الكتاب المقدس بارتباط الانسان بالمال مم. في 2350 ايه في الكتاب المقدس عن المال 15% من تعليم الرب يسوع عن المال 40% من امثال الرب يسوع عن المال فدي قضيه التعامل مع المال قضيه حساسه شويه كل اللي حضرتك قلته وكتير منه من من مشاكل كتيره بتحصل من وقت ما يتوفى شخص يترك تركه او ميراث بيبقى في صراع بين الاولاد والبنات وخاصه بتظهر قضيه التمييز ودي قضيه بتؤدي الى الى غبن وبتدمر العلاقات داخل الاسره وبيظهر عندنا بنشوف امر سلبي وامر ايجابي، الامر السلبي انه في بعض الاباء بيكتبوا قبل وفاتهم كل التركه بتاعتهم بيع وشرا لاولادهم الذكور. وفي كمان بعد الوفاه البنات مش بتحصل على الارث بتاعها وخاصه في الصعيد م. لو في اراضي زراعيه ما بتاخدهاش، ممكن تاخد عوضا عنها مال وقيمة بتاعتها صغيره. م. فالقضيه قضيه فيها ازمه علاقات. مفيش توافق، مفيش مساواة في الواقع العملي. لكن في أمر تاني طيب أن بعض الآباء بيدركوا المسألة دي قبل ما يتوفوا فبيكتبوا بيع وشراء المراس بتاعهم بالتساوي بين الأولاد وبين البنات وحتى لو عنده بس بنات بس بيكتب لهم كل الثروة بتاعتهم. الفكرة أنه في بعض الأحيان أيوة الأولاد والبنات بيسيئوا استغلال الحركة دي من الآباء والأمهات وبياخدوا الحاجات دي وبي يعني انا اعرف اسره اتكتب لها الام يعني بصفنيه كده كتبت كل الحاجات لبناتها بناتها عملوها باسوا طريقه واخدوا كل حاجه وبقت يعني ضيفه في, في بيت بنتها بيتها عندها اوضه ما بتتحركش منها واخدوا منها كل حاجه مم. فطبعا يعني في في هو هي بتعك يعني وقت ما الفلوس بتخش زي ما السيد بيقول بتعك لانه فجأة المال بننسى انه في مسيحية وفي طول أنا وحب غفران فجأة سبحان الله هل ده بيقول لك يا هل سعيد هل ده يقول لك انه ساعات الدين بيؤثر ظاهريا وليس جوهريا انه الناس عند المحك بيبان الاصل؟ هو المفروض الدين بيضبط حركة <applause> البشر صحيحة آه. لكن هو استغلال واستعمال الدين الخطأ هو اللي بيقود لهذا الأمر طيب حضرتك ممكن دينا بعض التعليم اللي حضرتك تعرفه عن المسيح كان قاله عن الارث او الميراث عشان نضع بعض الاساس الكتابي بالذات من اقوال المسيح وبعد كده ننطلق منه لحديث اكثر واقعيا التعليمين دول هو في انجيل لوقا صح 12 كان يبدو ان في واحد مظلوم من اخوه في الميراث طلب من رب يسوع كل اخي ان يقسمني الميراث الرب يسوع رفض هذا الامر وقال له من اقام عليكم قاضيا او مقسما وبعد كده اتكلم على المبدا العام احذروا وتحفظوا من الطمع وبعد كده ذكر المثل اللي هو مثل الغني الغبي اللي بيتكلم على انه مهما كان الانسان ثروه ان حياته ليست في في اموال لا ثانية يعني هو لما قال من جعلني قاضيا عليكم هل ده بيحاول يعطي الانطباع انه انا مش دعوه؟ انه ده قوانين وضعيه المسيح ما وضعش التشريعات بالمعنى الحرفي للتشريعات لكن الكتاب المقدس وضع مجموعه من المبادئ ممكن نتكلم عنها اللي بتعزز وبتعطي قيمه المساواه فمثلا من منطلق قصه الخلق ومنطلق قصه الفداء احنا بنشوف فيه تساوي كام ومطلق وتام بين الرجل والمراه كويس فالانسان في مساواه في الخلق بين ادم وحواء في مساواه في المسؤوليه الحضاريه والمسؤوليه البنائيه اللي الله قال لهم اثمروا واكثروا واعملوا وكل المسؤوليه الحضاريه اللي على الانسان في قصص الخلق. في الخطيه كانت مساواه في الفداء على الصليب ايضا كان مساواه. فطالما في الخلق للفداء الله لم يميز بين الذكر والانثى وبالتالي لما نعمل تشريعات مسيحيه المفروض ان احنا لا نميز بين الذكر والانثى. بس هو الميراث مش فقط حول المساواه بين الرجل والمراه الميراث اكبر من 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 هذه القضيه فقط صح احنا اذا اعتدنا او اعتمدنا فكره المساواه هيكون تكسيم في تقسيم في الميراث على المساواه لكن احنا دايما بيبقى في نظره دونيه للمراه وفي الرجل مثلا نصيب الانثيين وبعد التشريعات المسيحيه للاسف اخذت بهذا الامر في رايي ان المسيح لما لما ربط ما بين الرجل اللي جاي يقول له قل لاخي ان يقسمني الميراث وبعدين يقول له انظروا وتحذروا من الطمع وبعدين يتكلم على الغني الغبي وكانه عايز يقول ان الفكره كلها هي في محبه المال مم. سواء الشخص اللي اللي اللي, اللي بي بيستحوذ على الميراث كله لنفسه او الشخص اللي عايز اكتر وبالتالي بيتخانق مع اخواته علشان عايز ياخد اكتر هو بيقول ان المشكله مش في الميراث المشكله في انه احنا شايفين احنا غلبنا المال على العلاقات م. وده واضح جدا في انه انه ممكن الواحد يقطع كل علاقاته الاسريه ويعني يعني وينسى ابوه اخته ابوه امه وكل حاجه علشان عشان محبته للمال فالمسيح عايز يقول انه المشكله مش في الميراث المشكله في محبه المال في محبه المال طب عشان واسع الدائره بره احنا هنرجع تاني طبعا للتفاصيل اكتر عن الميراث لكن عشان نوسع الدايره بره المساواه وتقسيمه الفلوس ادينا اه برضو منطق انه الامانه بتاعه المال جزء من الحياه ولما بناخده سواء احنا بنعمله او ناخده من اه ما ما من سبقنا او نوراثه من ما سبقنا مش هو لب الحياه يعني استخدام حتى لو ما خدتش كل ما المفروض اخده استخدامه ازاي وازاي أمانتي انه مش كله يوجه للثروات فبالتالي يبقى بجري لانه هو اللي بيجي وراه لانه فاكر انه لما ياخد بال اكتر هياخد ارض اكتر فكلها حاجات ماتيرياليستيك يعني حاجات ماديه لكن المال جزء منه عباده فبالتالي عطاءه وإفادة الاخرين واستخدام بالذات المال الموروث استخدامه اوسع من ان المقتنيات صح طبعا ولوين يعني بصوا مشكله المال دي مهما قلت فيها هو البشر الههم الاكبر هو المال اما بتقرا بتشوف على الفيسبوك اما تقرا الجرايد لما تتفرج على التلفزيون اما تشوف كل حاجه الـ 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 الاله الاكبر المحرك لكل القوى العالميه المحرك للبشر في كل علاقاتهم في كل هو هو المال مم. عشان كده المسيح لما لما اتكلم في الموعظه على الجبل قال لا تقدرون ان تخدموا سيدين الله والمال حط الله اللي هو ال... الله والمال اللي هو المامون لما اتكلم على الممتلكات مش مم. بس المال فكره الممتلكات فكره الحاجات اللي انا بعايز اقتنيها دي فكره حاكمه جدا 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 واحنا عايشين النهارده في عصر باستهلاكي بامتياز مم. يعني احنا عايزين بدل الحاجه حاجتين بدل الحاجتين عشر حاجات فكره المقارنه طول النهار واولادنا ليه بيطلعوا بيحبوا المال عشان شايفين ابوهم وامهم بيحبوا المال صح ليه عايزين يقتنوا اكتر عشان شايفين ابوهم وامهم طول الوقت هيموتوا علشان يجيبوا العربيه الجديده ويموتوا علشان يجيبوا الشاليه الجديد ويموتوا ليه مش عشان مش عشان الشاليه حلو لكن علشان انا اخويا جاب الشاليه فانا لازم يجيب الشرية اخويا اخويا جاب العربيه، فبنت عمي جابت الالماس دي فانا لازم اجيب الالماسه دي، وبالتالي احنا الـ 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 الفكره ان احنا بنربي اولادنا على ايه؟ بيطلعوا يشوفونا احنا بنتصرف ازاي وعلى, وعلى اساس اللي هم شايفينه فيه او ابائهم وامهاتهم هم بيتصرفوا. فده بيجعلنا بوجه قبيح وقت الميراث. طبعا. لما يجي الوقت ده خلاص تشربه خلاص, لو خلاص اه لو كميه ما جت اه فبيبقى نهم. طبعا. لان <applause> يعني هم شايفين بابا وهم عملوا كده اهو انا مش قادر امسك نفسي ان انا ان انا يعني يعني الا لما تتدخل نعمه ربنا ويعرفوا ازاي يحطوا المال في مكانه صحيح طيب اسيس عيد قبل ما نطلع لفاصل عايز اعرف منك برضو لو سمحت الـ الـ الاساس المحطوط محطوط ايه الشريعه المسيحيه في موضوع الميراث سواء في التقسيم سواء في التوقيت سواء في المساواه ممكن تدينا كده الخريطه التشريعيه فيما يخص هذا الامر؟ هو من المنطلقات الكتابيه اللي احنا ذكرناها واللاهوتيه المساواه الكامله بين الرجل والمراه في قصتي او في قضيتي الخلق والفداء ظهرت بعض التشريعات في تاريخ الكنيسه اللي بتساوي تساوي مطلق بين الرجل والمرأة في قضية الميراث. والتشريعات حديثة ولا من 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 يعني مثلا في الخلاصة القانونية اللي في الساوس عوض في 1886 ذكر إنه مفيش فرق بين الذكر والأنثى في الميراث. فالحقبة دي ابتدت من ال 1800. آه لأحد 38 للأقباط الأرزوكي ساوت بين الرجل والمرأة في الميراث. كويس. عندنا للأسف في 1902 الشريعة الإنجيلية كانت خدت بالشعر بالفكر الاسلامي الذكر مثل حظ الانثيين. ده في مصر ولا في؟ مصر عندنا في اللائحه بتاعتنا. وده هل ده مطبق في المنطقه العربيه ولا بنتكلم؟ كان بيطبق ممكن. لغايه 1000 الف، 1956 الف لغايه ما دخلت قضيه الاحوال الشخصيه الى المحاكم وانتزعت بعد ذلك قضيه الميراث بقت تطبق عليها الشريعه الاسلاميه. ده للجميع ولا للكل لكل, لكل مصري يطبق الشريعه الاسلاميه لكل الموريس يعني ما بقاش فيه اختلاف بين الشرائع لاي افكار دينيه اخرى مع الشريعه لا, لا اذا احتكمنا البحر. للمحكمه يطبق حكم الشريعه الاسلاميه وهل ده قائم في اذا مصر ترضينا بس؟ مع بعضنا البعض أه؟ إيه اوكي لكن المشكله بعد كده لما بيعملوا حاجه اسمها اعلام وراثه اعلام الورثه بيطلع على اساس الذكر مثل حظ الأنثيين حسب القانون لكن في لبنان مثلا في طلع قانون الارث لغير المحمديين بيساوي بين الرجل والمراه بيطبق على كل المسيحيين في لبنان اه يعني لبنان مختلف عن مصر لبنان مختلف عن مصر طب هل يعني حضرتك ال... وتونس كمان في... وتونس مؤخرا في مؤخرا, مؤخرا, م... مؤخرا وبعد كده لغي اعتقد المشروع قرار بالمساواه بين الرجل والمراه في الميراث يعني واضح انه في شد وجد بين هل نطبق العلوم الانسانيه اللي هي مطبقه في العالم كله ولا نضغط؟ بالدين جوه أو... في خليط بين العلوم الإنسانية والعلوم الدينيه التشريع عاده هو ابن المجتمع اللي بيعيش فيه فكل ما يكون المجتمع اكثر نضجا ورقيا بيصيغ قوانين تتناسب معه لكن انا من حقي يا سي سيدي ان انا اكتب لاولادي اقسم من حقك لكن اذا اذا هتبيع العقار بعد كده او الملك بتاعك انت بتعمل حاجه اسمها اعلام وراثه فاعلام الوراثه بيطلع حسب التركه فالناس بتاخد اعلام الوراثه لا انا ده. كتبت لابني حاجاتي بيع وشرا قبل ما اموت بيع وشرا اوكي مفيش مشكله فيه خالص اوكي بيع وشرا مفيش مشكلة. طب مشكله فلوسي في البنك كتبتها لابني او لبنتي يعني يعني مفيش حاجه اسمها فلوس لا. كتب باسم ده يعني ده. في البنك حول. لما آه. تسحب تسحب باعلام الوراثه اعلام الوراثه بيطلع حسب الحكم او الشريعه الاسلاميه مفيش حاجه اسمها وصيه ما اكتبش وصيه افرض انا كتبت وصيه انه بعد ما اموت فلوسي اللي في البنك دي الوصيه لها حدود مش بيبقى في كل التركه طب <تبقى> ده واضح ان احنا في تفاصيل كتير في الموضوع ده لازم نعرف بالتفصيل هستاذنكم نطلع فاصل سريع نشوف بعض الاراء وبعد كده نرجع نكمل الاسئله مع ضيوفنا خليكم معانا هل المفروض البنت المسيحيه تورث زي الولد ولا لا بنسبه 100% تورث زي الولد لأنه الكتاب المقدس بيقول ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل لكن العرف المريض اللي احنا فيه وبنعدي فيه بيميز والبنت مش بتاخد حتى نص الولد لا يعني دي بتتراضى مرضايا كأنها سمحين يعني جارية ولا, ولا عبدة الرأي الكتابي كان واضح خليهم يورثوا فأنا أعتقد ان الانسان ككيان قدام الله الراجل زيه زي الست فانا ما اعتقدش انه لازم يكون في فرق في في الميراث ما بين الولد والبنت ده اكيد بس احنا مجتمع مش بيعمل كده <تصفيق> <تصفيق> لا طبيعي لان الموضوع احنا واخدين الكتاب المقدس تعليم ربنا بتقول ان فيش فرق فاحنا عملنا فروض يعني الولد زي البنت، لازم البنت تورث زي الولد يعني شايف ان هم الاثنين متساويين في كل حاجه في الحقوق وفي الواجبات. انا والدتي لسه متوفيه من وقت قريب وهي بنفسها قسمت الميراث ما بيني وما بين اخويا وده يعني تقريبا في عائلات كثيره مسيحيه بتعمل كده حتى لو البنك مثلا بيدي الفلوس للولد الضعف لا هم بيتقسموا الفلوس بعد كده. و... ونفسي ده يكون اتيتيود ال... ال... الناس كلها يعني ايه في الكتاب المقدس بيقول البنت المسيحيه تورث زي الولد لا مش عارفه آه لا مش عارف ايه في الكتاب المقدس قال ان الولد احسن من البنت غير في الحياه الروحيه بس بنات صلفحات يعني نشكر ربنا ده مثال انا انا بحبه قوي ان هم طلبوا موسى بميراثهم في ميراث ابويهم والله رد على موسى وقال له ادي الميراث من البدء لما الرب خلق الانسان ادم وحواء خلقهم هم الاثنين على صورته كشبهه مفيش خالص خالص تميز لادم عن حواء خالص لكن هم الاثنين مخلوقين على صوره الله كشبهه فما فيش اي تميز يقول انه البنت لا اقل من الرجل ولا الرجل ياخد اكتر من 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 الست لا لا ده مجتمع حوالينا واثر للاسف في في سلوكياتنا وفي عاداتنا ووصلنا لمرحله الظلم بنات سلفحات لما راحوا لموسى وقالوا له ان احنا بابانا ما خلفش ولاده وما كانش ده موجود في الشريعه لكن اتغير القانون اللي محطوط الشريعة بسببهم أهلا بكم معنا مرة تاني أستاذ سعيد إحنا وقفنا قبل الفاصل إحنا سمعنا كتير على المساواة بين الولد والبنت في الفاصل لكن واضح برضو إن في عدم دراية بالقوانين وكثير من التشريع حضرتك كنت ابتديت تفصص شويه على التفاصيل فممكن نبتدي كده ناخدها حته حته الوصيه بتعمل ايه؟ آه الممتلكات بيحصل فيها ايه؟ آه ادينا كده بعض الاساسيات اللي بتحصل حاليا كجزء من التعليم والتثقيف للمشاهدين. تمام هي القضيه الاساسيه في قضيه الميراث والارث هي فكره التشريعات، احنا عندنا عندنا مشكله في التشريعات ما بين ما نود ان نكون عليه وما هو حدث بالفعل. كويس. في الحقبه العثمانيه كان في المجالس المليه في كل طائفه كانت بتعمل مجلس ملي مسؤول عن التبني والميراث والزواج والطلاق وكل شيء. كويس. الاحوال الشخصيه. الاحوال الشخصيه كلها. لكن في سنه 1956 الدوله دخلت كل القضايا الاحوال الشخصيه بما فيها الاحوال الخاصه بالمسلمين واليهود والمسيحيين إلى أن تكون حكم المحكمة المدنية. هم. فأصبحنا قضية المراس انسحبت وقضية التبني انسحبت فضل فقط ما يخص الأحوال الشخصية هو يعني انسحبت؟ هم. يعني بقت قضية عامة. أوه. يعني مثلا الرؤية والحضانة وال والميراث وكل ما يخص العلاقات العامة ده بقت قانون عام بيسر على كل على المواطنين على المواطنين المصريين وهنا تسود الشريعة الإسلامية حسب حكم الشريعه. وقبل كده حتى قبل هذه الحقبه كانوا بعد المسيحيين في مصر كانوا بيروحوا للمحكمه الشرعيه علشان يعني يحكموا بحكم الحكم الاسلامي عليهم رغبه في ان هو الذكر ياخذ اكثر من الانثى في الميراث، لكن مثلا في الخلاصه القانونيه اللي في عوض ذكر في الميراث انه في تساوي. لائحه الاقباط 38 في تساوي. عندنا احنا في الشريعه الانجيليه في زي الذكر مثل حظ الانثيين. عندنا في لبنان وسوريا قانون الارث لغير المحمدين ساور المشكله حاليا دلوقتي انا لما احب يعني يعني عاوز اطبق المبادئ المسيحيه بتاعتي انا بصطدم بقوانين الدوله. فلما بروح للمحكمه اوريدي بيطبق علي حكم الشريعه الاسلاميه. مؤخرا بعد دستور 2014 الماده الثالثه بيقول ان المسيحيين يحتكم الى إيه احوالهم الشخصيه حسب شريعتهم كويس لكن ما عرفناش لغايه دلوقتي هل المراس هيخش في الشريعه ولا لا المسيحيه ده عليه حوار التبنى يخش ولا لا ده عليه حوار وزواج. لكن طبع. بعض المسيحيين لجوا للمحكمه وبنص الماده الثالثه حصلوا على التساوي بين الرجل والمرأة في الميراث صدر أكثر من ست أحكام حتى الآن في مصر في مصر أنه بياخدوا حكم محكمة استنادا إلى إيه لائحة 38 واستنادا الى المادة الثالثة من الدستور مم. وأصبح انه أصبح عندنا إلى حد ما ابتدت المحاكم تاخد بهذه الأحكام رغم ان هو ده كده ده ده ضد يعني في كده عنده تشريعين تقريبا بس أنا عندي منفذ في الدستور لأن الدستور يسود على كل القوانين مم. هو أبو القوانين فأنا عندي المادة الثالثة بتقول حسب شرائعه اه فلما أروح للشرائع بتاعتي فبلاقي مثلا في لائحة 38 في مساواة فالقاضي بيحكم بالمساواه بين الرجل والمرأة ده تقدم كبير تقدم كبير وصدرت بعض الاحكام يمكن الاستناد عليها ويمكن التوسع فيها ويمكن استخدامها كمان في تشريع قانون يطبق على كافه المسيحيين في مصر يقر فيه قضيه التساوي بس انا نقطه حضرتك قلتها انت انت قلت في لبنان في قوانين للديانات الغير محمديه حضرتك قصدك لغير المسلمين لغير المسلمين لك الغير المسلمين ده آه اقسم قانون الارث لغير المحمدين محمديين يعني غير المحمدين يعني غير المسلمين لغير المسلمين, المسلمين زي عندنا احنا الاحوال الشخصيه لغير المسلمين في مصر طيب ممكن تقول لنا اه ايه هي الوصيه ولما واحد بيكتب وصيه بيحصل ايه ده جزء من التاسيس للناس يعني ايه الوصيه والفرق بين لما اكتب وصيه في بلادنا العربيه او في مصر ايه ايه تاثيرها هل هي مطبقه قانونا ولا لا هل ممكن اكتب وصيه عكس ما يقوله القانون ومين مين مين بيبدا فوق الاخر هي الوصيه تكون في حدود ثلث التركه ثلث التركه ثلث التركه يعني انا لو املك الف, ألف جنيه لو تملك 3 مليون يبقى تكتب مليون وصيه اه يعني من الثلاثة أكتب مليون وهو ده اللي أقدر أتحكم فيه تقدر تتحكم عشان برضو لا يجور على باقي الأنصبة للتوزيع أسيس يوسف طبعا جزء كبير قوي من من المشكلة في الإيرث مش بس قانونا لكن النظر للمرأة كتير قوي نسمع في الكتاب على أنه المرأة مكرمة وأنه دور المرأة في 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 مع المسيح أو في غير المسيح أو في نشر في التاريخ الطويل كان ليها دور حاوي فعلا ومقدر من اعتقد ناس كتير قوي لكن بيجي الجزء ده ولما الفلوس تدخل في اللعبه بنستخدم كل ما في في جعبتنا علشان نقفز بدور المراه جاي منين التفكير ده وفي راي حضرتك ليه المراه دايما مقهره سواء في الخدمه في الرسامه او في الارث ارث طويل من النظر للمراه سواء من ال... الفكر اليهودي، الفكر اليهودي ما كانش بيقيم يعني وزن كبير للمرأة اللي هو الفكر اللي ظهرت فيه او نشأت فيه المسيحيه، ولا يمكن ابدا اني اقول انه ما كانش في صراع جوه المسيحيين الاوائل عن قيمة المرأة، اكيد كان في صراع لانهم كان اغلبهم من اليهود اللي مم. آمنوا بالمسيح مجددا وبالتالي كان كل الترسبات بتاعة الفكر اليهودي موجوده موجوده معاهم كمان الفكر اليوناني الروماني اللي ظهرت فيه المسيحيه او او انتشرت في وقته المسيحيه كان برضه بيخفص بدور المراه جدا 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 برغم يعني بعض الاستثناءات لكن المراه كانت في ذلك الوقت كانت متاعا بيستخدموا المراه تنفيذا للنصوص ولا ده كان بعض لا لا ده في العالم الوثني اللي ظهرت فيه المسيحيه واكيد انه برضو بعض الوثنيين اللي قبلوا المسيحيه كانوا داخلين بنفس هذه الفكره عشان كده الرسول بولس في كثير من كتاباته كان بيصر ان هو يقول انه في المسيح ليس احد ليس ذكر من دون المراه يعني المراه مساويه للرجل. بس هو و... كان في حاجات كتير قوي لازم تخضع ولازم هي الضعيف وهي ما درش وهي يعني هي برضو هو, هو لخبط الحاجات في بعض لا هو ما قالش ان يعني هي الضعيف فتحتقرها ده قال ان هي الاناء الضعيف فتحترمها انك تديها كرامه افضل لان هي الاناء الضعيف ما كانش قصده ان هو عشان هي الاناء الضعيف تدوس, تدوس عليها وتغطي راسها وتعمل كانوا مركزين زي ما كل الناس مركزه على الستات انا ما لا, لا لا خد بالك انا برضو المسيحيه ظهرت في سياق ما اقدرش ان انا اقول انه المسيحيه تظهر اي فكره بتظهر لازم ان هي تكون في البدايه بتحترم سياقها لانه يعني وشويه بشويه بتقدر ان هي تتخلص من ترسبات هذه السياقات المجتمعية ومهما حاولت تتخلص من كل السياقات في هتيجي عند حتة مش تقدر تتخلص من, من السياقات في هناك مم. أعراف وتقاليد ما أقدرش أن أنا يعني لأن هي هتحاربني يعني افرض يعني الأعراف والتقاليد يعني خلوني خليني, آه. خليني اقول وربما الاسيس سعيد عارف رايي في رسامه المراه وانا اؤيد تماما رسامة المرأه، وده حاجه يعني ما يعني بقولها، لكن عند نقطه معينه انا بحترم الناس اللي بي بيقولوا انه رسامة المرأه مثلا في قرى الصعيد هتبقى معوقه حتى لو استصدرنا قرار في السنودس وقلنا انه المرأه هترسم، لكن انا بحط عبء على اللي في الصعيد وهحط عبء على المرأه اللي اللي هنتجرأ ونرسمها في الصعيد مش هتقدر تنجح في عملها. طبعا <applause> ده موضوع كبير قوي موضوع كبير جدا لكن لكن اللي من امتى الجموع هي من تقود الفكر التقدمي؟ برضه يعني طبعا لكن برضو انت ما تقدرش انه انه تغفل انه ان انت عندك وضع اجتماعي قائم وضع اجتماعي قائم متجذر في ذهن الناس يعني على كل المستويات وبالتالي علشان اطبق ما بقولش انه المبدا المسيحي مش عايز اطبقه، م. لكن علشان اطبقه لازم ان انا يبقى عندي نفس طويل، ولازم يبقى عندي حكمه، ولازم يبقى عندي احترام للاخر لحد ما شويه بشويه الدنيا بتمشي. وهكذا في الميراث. م. انا مشكلتي مشكلتي مش انه اشكر ربنا انه التشريع اشكر ربنا وابتدى ابتدى يتغير انا الخوف مش من التشريع، الخوف من العقليات. م. لحد يعني دلوقتي في ناس جوه الكنيسه بيقولوا لا البنت تاخد نص الولد ومش من حقها ليه لانه الولد مسؤول عن البنت مم. مين قال ان البنت اصبحت مرأه عامله دلوقتي هي اللي ساعات كتير هي اللي بتصرف على الراجل وبالتالي فكره انه لا الرجال ياخدوا ضعف الانثى عشان هم المسؤولين عنها لا هذا هذه الفكره سقطت لان دلوقتي المراه العامله والمرأة المعيلة واضح جدا ان هي بقت عنصر هام في المجتمع وكتير من الرجالة قاعدين في البيت والستات هم اللي بيصرفوا وبالتالي فكرة ان هي تاخد نص للراجل مش 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 قائمة يا بس اضافة للأسيس يوسف هي فكرة قراءة ال... الواقع والسياق الاقتصادي مهم احنا مرات بنركز على السياق الثقافي لكن بنهمل شوية السياق الاقتصادي في مجتمع الراعي والبادية كان الذكر هو اللي بيطلع يرعى وبالتالي المرأة لا قيمة لها في الدخل لكن لما انتقلنا من المجتمع الرعوي المجتمع المدني اللي فيه المرأة زي الرجل بتشتغل فلازم الذهنية بتتغير مين مين حتى عندنا... لما كان راجل بيخرج يعني اتعلمتها هو مين قاعد في البيت بيعمل الجبنه وبي... وبيجيب البيض من الفراخ وبياكل العيال بس مصدر القوه والحمايه اللي كانت للقبيله وكمان للقبل. منتجه آه. ما هو ما هو ما هو لما بيزرع ولا يرعى ما هو ما هو القمح بياخد له ثلاث شهور عشان يطلع في الثلاث شهور دي مين بيصرف على البيت الست لكن في اخر احصائيه انا شفتها الاسرة المعيله 35% من الاسر المصريه بتعولها امراه يا سلام فلازم يبقى في نوع من انواع اعاده النظر في في الوضع العام بقى صح. يعني هنا مشكلة يبقى هنا السياق الثقافي والاقتصادي والتعليم الديني لازم ياخد دور في هذا الامر بالظبط دايما الرجال قومون على النساء يمكن هل مثلا عندنا ثقافه وما, وما لهمش فيها الثقافه يا حدسيس انا برضو ألوم فيها جزء من الدين لانه اه ال... ال... الكتاب طالع ابن بيئته لكن برضو كان لازم يرمي لقدام شوية ويؤسس لفكر فيه تساوي عالي فمثلا كان لازم نجد أمثلة قوية لرسولة مش بس الرسول كان لازم نجد أمثلة قوية لستات تقود حملات أكتر من الرجال أنا يعني ما حسيتش أنه الكتاب المقدس برضو أسس لهذا الفكر المهم جدا 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 فخلينا النهاردة لايصين في حيث وبنحاول ان نغطي هذه الضعفات بالاوضاع البيئيه والثقافيه وقتها يعني حتى لو ما فيش نماذج اللي حضرتك ذكرتها لكن انا بنطلق من المبادئ يعني انا بالنسبه لي قصه الخلق في تكوين واحد واثنين وقصه الفداء في شخص المسيح هما كافلين بفكره اعطاء المراه حقها واعطاء المراه نصيبها كاملا في الميراث دي يعني حتى لو ما كانش فيه بطبيعه الحال وطبيعه الثقافه وطبيعة البيئه التي كتب فيها الكتاب المقدس مراعاه السياق الحضاري والثقافي لكن من منطلق قصه الخلق وقصه الفداء انا اعتقد تجاوب على كثير من من الاسئله او من القضايا اللي احنا بننتقش يعني انت مش بتلبس دلوقتي واقع ما انت واقع فيه دلوقتي العلوم الانسانيه تقدمت وعندك كتاب مكتوب من 2000 سنه فانت فانت عايز تعمل تواصل بين الاثنين فانت بتلبس الكتاب علشان تحاول تنفذ العلوم الانسانيه اللي مش بلبسه انا بروح رحله اسمها رحله الذهب والعوده ها. انا بروح للنص باخد المبادئ العامه فيه وبطبقها على الواقع الحالي أوكي. بروح المشاكل الحالي بروح للنص الكتابي انا مش بعمل تلبيس انا بستخرج مبادئ يعني هل اقدر الكتاب المقدس ديموه. لم يكن تشريع قانون ولم يكن أيوة. تشريع طب ولا يعني مرجعلوش مرجعلوش لما احب اشوف موضوع الارث قوي صح باخد المبادئ آه. والامور المضيئه فيه كويس أسيس يوسف طب دلوقتي احنا احنا واعيين في معضلات. انه على فكره الكتاب المقدس ما اتكلمش عن الميراث. البنت تاخد قد ايه؟ ما قالش ان تاخد نص الولد. فأنا ما اقدرش أقول أ... 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 يعني ألبس الكتاب هذه التهمة. أنا الكتاب المقدس إداني الصورة الإيجابية إنه البنت زي الولد مش في الميراث بصورة عامة. مم. ليس المرأة من دون الرجل في الرب. يعني المرأة مش أقل من الرجل لأن احنا بنعبد إله واحد. وبالتالي فيه. انا بالعكس انا ادي الكريدت لكتاب مقدس ان هو اداني المبدا هذا المبدا اعممه ازاي اطبقه ازاي هو ده اللي بيقوله الاسيس سعيد انا رحت للمبدا المبدا بيقول لي ايه البنت زي الولد ارجع بقى للنهارده بنت زي الولد في الميراث البنت زي الولد في الشغل البنت زي الولد في كل حاجه البنت زي الولد الاسيس سعيد قال لنا انه في بعض النصوص في الدستور بنرجع لها لكن لكن ما زالوا عين في الموضوع ان مش كل الناس بتقدر تلجا للاسيس سعيد وصل له. حضرتك راعي كنيسة بت, بت... هتتعامل ازاي مع الناس اللي هم في الكنيسة عندك و... وفي إرث ما لازم لازم يمشي والدولة لو مشينا بالقانون وما نجحوش ان هم يبدوا هذه النصوص الدستورية في الغالب هتقسموا التلت والتلتين أه... انت تقول ايه لشعب كنيستك لا انا اقول لو في فرصه انه الولد والبنت بقدر الامكان يتساووا هقول لازم تعملوا كده لازم تضمنوا بقدر الامكان. المشكله انه انت ذهنيتكم ايه؟ هو المشكله انه ممكن يجوا لي علشان يقولوا لي احنا يعني استشعر فيهم انهم عايزين يدوا الولد اكتر من البنت، ساعتها انا أقف قدامهم يعني، يعني هقول لهم بوضوح انه لو انتوا عملتوا كده انتوا بتظلموا البنت. اعملوا اقصى ما تستطيعون هل طمعًا ولا زي ما حضرتك قلت انه دايمًا الراجل ف... مسؤول عن الست؟ لا لا ثقافة، الولد ثقافة متجذرة خلاص بقى عندنا فكرة حتى ب... مش في مسيحيين بيقعدوا يخلفوا يخلفوا زي حد ما يجيبوا الولد؟ آه. عايزين الولد بقى... الحتة دي جواهم ومسيحيين ومؤمنين وخدام وكل حاجة فالفكرة انه انه بقدر الإمكان أهو من من هذا المنبر أنا بقول لكل أب وأم من فضلكم ما تظلموش البنات من فضلكم ما تظلموا اعملوا اقصى ما تستطيعون علشان تساووا ما بين الولد والبنت في الميراث هل اسيس دلوقتي فهمنا التشريع لكن برضه في 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 مشكله في الطمع وان هو دايما موجود وكمان الطمع بياخد بياخد رداء مختلف فممكن الطمع ياخد تشريع ديني وحضرتك دلوقتي شرحت لنا نروح ونيجي آه، وفي طمع انه الرجال قوامون على النساء او دايما عايزين ولد وانه الراجل اقوى آه، في رايك ايه دور الطمع في موضوع الميراث الطمع هو دور مركزي لانه طالما الرب يسوع حذر منه فهو اصبح في مركزيه حول الذات سياسة التكويش سياسه انا عاوز اخد كل شيء ليا وبالتالي لا اراعي حقوق الاخر فانا مرتكز حول حول ذاتي ودي مشكله كبيره كلمة تحفظه هي في الاصل بتاعها انه انه في عدو خلي بالك منه يعني حاول تصد هذا العدو فيعبر عن ان الطمع عدو قاتل فلابد الانسان يبقى في نوع من الرضا القناعة الكفاية مراعاة حق الاخر انه ياخد حقه طب في راي دلوقتي انا لو انا مش طماع انا طماع علشان ايه؟ عشان عايز فلوس وعلشان اصرفها على 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 مقتنيات ذاتية هل ممكن في وقت من الأوقات لو فكينا موضوع المراتب وقلنا إنه في التشريع جديد لو حضرتك متداخل فيه إنه بص يا أولاد من هنا ورايح أي إرث هيجي نصه هيروح لمنفعة الآخرين خارج الإطار العائلي، تفتكر نفس الطمع ده هيكون موجود؟ هيبقى في صعوبة برضه مش هيرضوا يعني هي, هي, هي ليه المفروض يكون في تشريع؟ لأن التشريع بيسود على الكل كويس والتشريع ضامن انا لما اروح للقانون القانون بيحل لي مشكلتي لكن مشكله لم،, لم يوجد قانون حتى الان او نص حتى الان ان انا احتمي به او الجا لي كلها اجتهادات لقضاة لتفسير الماده الثالثه لكن فكره تذل القضيه محوريه فكره الطمع ان انا عاوز كل شيء ليا دون مراعاه حق الاخر في ان ياخد حقه. ودي المشكله الاساسيه اللي بيعتبر ان المال هو سبب الامان الوحيد ليه اللي الرب يسوع بعد كده ذكر مثل الغني الغبي ان هو اعتقد انه كل حياته مبنيه على على المال طب يا استاذ يوسف ازاي نقدر نعالج ده واضح انه في مشكله هل في مشكله في التعليم الكنسي في رايك أوه. على أوه. على طغيان الطمع طبعًا. في طبعا اه في. فين المشكله وازاي نتعامل في لأنه, لانه لانه المنبر مش بيتكلم كتير بنشعر ان هي قضيه جانبيه. مم. في لانه برضه الراعي في احيان كتير مش عايز ازعل الرعاه احيان كتير الرعاه بيبقوا ابناء بيئتهم وبالتالي هو اتربى في بيت برضه مؤمن بهذه الفكره انه الولد له ضعف البنت وبالتالي هو مش مش هيعلم بغير كده هو لو علم هيعلم بهذه او بيسكت ما بيعلمش محتاجين ان احنا نرجع للكتاب المقدس ونشوف قد ايه المسيح كان بيحترم المراه بولس كان بيحترم المراه وقال بكل وضوح انه المراه زي الرجل في كل الامور وبالتالي في الميراث وفي رايي انه التشريع المنبر المسيحي ينبغي ان يقدم هذا الفكر حتى لو التشريع لحد دلوقتي الولد ضعف البنت لكن احنا ينبغي ان نعبر عن ايماننا نعبر عن هذا المبدا سعيد <تالكتفون> <applause> 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 تفتكر لما طب ما دلوقتي انا انا ورثت فلوس وليا اخت وخدت ضعفها اللي حضرتك ممكن تطالب بيه ايه؟ انه اخد الفلوس وبعد كده اقسمها بطريقه متساويه مختلفه ولا ازاي اتصرف في المواقف دي؟ ما انت دلوقتي بتدي نصائح للناس علشان احنا في وضع قانوني صعب وفي نفس الوقت في وضع ايماني مختلف. ازاي نعدل بين الحتتين؟ يعني انا اعرف اسر كامله عشت معاها وانها بتقسم بالتساوي ولا لجوء للقضاء ولا للقانون في الموضوع. طب ما لا بس هو القانون لازم يخش ما هو في اعلام وراثه وفي كل الحاجات دي. لا هم حتى لو أ... حتى لو عملوا اعلام وراثه بيبقى شكلي قدام القضاء قدام الدوله لكن هم بعد كده بياخدوا كل الاموال دي وبيجسموها مع بعض بالتساوي. الاموال اللي في البنوك الاموال اللي في العقارات اي اموال بياخدوها حسب النص القانوني لكن بعد كده هم بيعملوها بالتساوي مع بعض انا اعرف حالات زي كده معرفه شخصيه قريبه مني آه يعني عملوا هذا الامر بكل رضا وبكل محبه ومفيش اي مشكلات في هذا الامر هو لأن... على التربيه يا, يا مايكل يعني الاب والام لو لو ربوا اولادهم وبناتهم انهم يحبوا بيحبوا بعض وانه الولد مش متسلط وانه الولد مش حاسس انه الدنيا كلها ليه الولد لما هيكبر حتى لو اخذ بحسب القانون ضعف البنت هيقسم مع البنت <applause> فالفكرة انه التربية هي المبادئ اللي بنزرعها في اولادنا وبناتها وهم ومن هم صغيرين. طب هل هل في رايكم الكنيسة لازم تتدخل في في هذا الموضوع لانه مش كل النفوذ صافية. ف فهل مثلا ال الكهنة والقصوص مفروض يكون ليهم دور ثانوي بعد الاعلام الوراثة انه الكنيسة الناس تلجأ لمن يرى اساتذه الكنيسه يساعد في الموضوع ده ولا كده هندخل الكنيسه فيما ليس لها؟ احنا ما علينا احنا بنقدم النصيحه يعني بنقدم النصيحه لو طلبت لو طلبت انا يعني مش هروح اقتحم لكي... حياتك واقول لك انت وزعت فلوسك ازاي؟ وفي نفس الوقت بناخد بعض ال... ال... المنافذ الاعلاميه او المنبر بنعلم بعض التعليم الخاص بهذا الامر ونامل انه يكون في تشريع لان الحل الاساسي هو في تشريع يضمن حق الكل مم. وفي رايي انه حتى في الكورسات اللي بتتقدم للزوج وزوجة قبل الزواج للخطيب والخطيبه قبل الزواج ليه ما نحطش فيها فكره الميراث طبعا في من ضمن تربيه الاولاد والبنات ليه ما نحطش قضايا عمليه زي كده انه لما اكيد من دلوقتي ربوا في اولادكم الحاجه دي علشان حاولوا ان انتم الميراث بتاعكم يتقسم بالطريقه الفلانيه يعني بوضوح قبل ما تنتقلوا من هذه الحياه يبقى الفلوس بتاعتكم معروف ان هي بالتساوي ما بين الولاد والبنات. ليه يا أستاذ يوسف ما فيش زي في قانون الايمان نظام ما علشان نتعامل ف ف وثيقه ما قياديه ما فيها التبني والميراث وصرف الفلوس والتبرع بالاعضاء والامور الحياتيه العصريه والقتل الرحيم زي ما بنتكلم في حلقاتنا الامور العصريه دي سايبينها لتفسيرات يا اجتهادات شخصيه اجتهادات لقساوسه وكهنه يا ليه ما فيش نظام ليه ما فيش تشريع مش تشريع انا اسف حاجات حاكمه يعني دي مطلوبة وحصل يعني في التسعينات مثلا صدرت عن دار الثقافة شوية كتب كده كويسين عن زرق الأعضاء وال... وكل القضايا اللي حضرتك ذكرتها لكن مفيش مواصلة على الأمر أو في تأكيد على على الأمر. إحنا دايما بن... مش بنعمل عملية استباقية إحنا بنستنى المشاكل لما تحصل وبعد كده إحنا نتدخل في في المشاكل. نعم يعني. أعتبر البرنامج ده وثيقة يعني. أنا أعتقد ده حاجة كويسة. البرنامج ده وثيقة. وثيقة يعني. لكن هو ما زال احنا احنا سايبين لتفسيرات من يقوم على الناس فواضح ان القانون مش منصف زياده للمراه وهي حرام المراه دي مظلومه في جميع الاوجه في البيت وخارج البيت لكن على الاقل زي مثلا في في بعض الحركات العالميه حتى نظام عام وممكن تفسر فيه بس احنا واضح ان محتاجين نعمل طبعا دي فكره نظريه جدا اجتهادات احنا سيبك بقى طوايف ما بالك بقى بداخل حتى الطوايف الطوايف الفرعيه طب هل الكنيسه المفروض تعمل كده ليها على الاقل ك كدستور ليها هي نتمنى نتمنى في يوم من الايام انه يعني تصدر وثائق بتتناول الموضوعات الشائكه دي اللي بترتبط بحياه الاسر وبحياه الشباب وبحياه المرضى وبحياه المنتقلين اللي يعني او اللي ممكن يتبرعوا بالاعضاء ممكن ليه لا ان الكنيسه تصدر وثائق واضحه تعبر عن رايها الايماني واللاهوتي والعملي في مثل هذه الوثائق المبدأ الاساسي يكون اللي تتبناه الكنيسه والدور النبوي اه اللي هو نقد كل اشكال التمييز والظلم الواقع على اي فئه في المجتمع ده, ده اللي من خلاله تطلع كل الوثائق وكل الندوات وكل التعليم وكل شيء انا بشكر حضرتك جدا يا سي صلاح على وجودك معانا يا يوسف سمير اهلا وسهلا دايما بيك وبشكرك على وجودك في الحلقه شكرك. اعزائي المشاهدين هو الموضوع صعب بس لا اقدر اقوله انه الستات دايما مظلومين بأوجه كثيرة من ثقافة ومن تعليم ممكن يكون خاطئ أرجوكم ما تستسلموش أرجوكم اعترضوا ورفصوا وساعات اتخانقوا لأنه حقكم في المساواة حقكم أنه تقيموا مش ماديا لكن لكن في المقام بطريقة مساوية للرجل في كل شيء من اولها لاخرها ارجوكم لو في اسئله ممكن تبعتوها على البرنامج وهنحاول نساعد احنا عايزين نساعد وعايزين نكون جزء من الحل لكن ارجوكم دوروا على حقوقكم ما تتنازلوش عليها ربنا يديكم القوه والحكمه ونشوفكم في الحلقات اللي جايه ان شاء الله.